رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في ضحاوي العيد، وفي أولى حلقاتنا عندنا ضيف مميز وضيوف مميزين ينورونا. أنا بالنسبة لي ضيفنا لليوم يعني إنسان مميز ومبدع، وبداية جميلة للعيد. دائما المناسبات الجميلة اسمه حاضر في هذه المناسبات، خاصة على خشبة المسرح كل عيد نتريا بمسرحياته. معنا نجم شاشة تلفزيون الكويت في شهر رمضان، طل علينا من خلال برنامج مسابقات طارق مول تو. راح نتكلم أكثر عن هذه التجربة المميزة والإطلالة اللي كان لها بصمة واضحة من خلال يعني خارطة برامج تلفزيون دولة الكويت. معنا النجم القدير، نجم الكوميديا طارق العلي. حياك الله معنا ومنورنا. يا هلا ومرحبا فيك وأختي زميلتك. أنا أول شيء أقول عيدكم مبارك. أيامك سعيدة. تعودونك السنة كل عام. وايضا هني امير دوله الكويت حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين والحكومه رشيده والشعب الكويتي ومجلس الامه وعلى المسلمين كلهم كافه، ونقول عيدكم مبارك وتقبل الله ان شاء الله طاعتكم وصلاتكم وصيامكم ودعائكم. ومساء الاخت اسماء تتكلم عن الريوق، اكيد لا لذه بعد صيام شهر كامل. في بعضهم يتريق ويعتقد انه صايم ويضيق خلقه. قبل ما نتكلم عن ريوق العيد استاذ طارق ونسولف هالامور، ما ننسى يعني دائما فاطمه ورا كل عمل لازم يكون في مخرج مبدع له لمسات متميزه. يعني شاهدتنا في مجروحه لما اليوم بنتكلم عن مخرج مثل مخرجنا جابر الحربي، يعني مو بس على مستوى دوله الكويت والمستوى المحلي، حتى على مستوى الوطن العربي برامجه جدا متميزه، له نظره متميزه تختلف عن غيره، ودائما اللي تابع برامجه يعرف انها هذا شغل الأستاذ جابر الحربي. حياك الله معانا وعيدك مبارك. مشكورة على المقدمة الرائعة، وكل عام أنتم بخير وعساكم العايدين الفائزين إن شاء الله، وقواكم الله على البرنامج الرائع. شكرا. الأمانة أنا بالنسبة لي ما يتكلم ما يتكلم يمكن يقول خير الكلام ما قل يعني المخرجين اللي وراء الكواليس. حضرتك قلتي برامجة مخرج مميز في الكليب أيضا. نعم صحيح، كليبات خطيرة وجميلة. نعم ولا عين ايضا خطيره وجميله على مستوى الكليبات. اكيد الاستاذ جابر الحبيب نظره يعني لبسكم ما شاء الله، الله يحفظكم. شكرا شكرا كل شيء. اختربت السماعات عندكم فقاعد اضحك لا شويات بالسماعه لا ان شاء الله عيونكم ما راح تكون لا صعبه رفيجتي شاشه اوكي سماعتها لا حتى ترى ما ارضى عليها زميلتي نكمل بعض انا وهي. يا لا ان شاء الله الله يحفظكم. تسلم تسلم كلك ذوق. اذا نبي نتكلم عن طارق مولتو، شو اللي كان مختلف في طارق مولتو عن الجزء الاول من برنامج المسابقات اللي كل سنه قاعد تطل على متابعينك وعلى جمهورك في هذا البرنامج المميز؟ برنامج خفيف في معلومات في فقرات كثيره، الديكور انا ايضا راح اتكلم عنه من خلال الحديث. شوفي كل عمل إذا صار له أكثر من جزء، الجزء الأول يميزه عن الأجزاء الثانية كلها. أكيد دائما. لأن هذا الأساس. أي. إحنا اجتهدنا أنا وأخوي عيسى العلوي وأستاذ جابر الحربي، طبعاً مشكورين تلفزيون الكويت أعطونا الثقة هذه، وأنت اليوم لما تحمل برنامج مباشر مع الناس وارد الخطأ وارد الزلة وارد الأشياء كثيرة، لكن الحمد لله فضل الله يعني اجتهدنا توفيق من الله ان نحاول نقدم العمل بما نبي ولا غلطه. اختيار جابر الحربي يمكن انا جربت هذا الاسم، سمعت عن يقول الاسم انت تعرفه وتثق به. نعم هذا ماركه يعني في اي بي. لما تقول انا ابي ستافي معاي، ابي مخرجي معاي، مو ولا هان والاخوان كلهم، لكن هذا مميز فاهمك عارف ايش تبي ايش يبي. مشتغل تجربه مثل هذه، يمكن انا وياه في الام بي سي اشتغلنا طارق وهيونة، صح. ايضا اعمال ثانيه اشتغلنا دراما بسيطه وكوميديه. فجابر الحربي من اساسيات ابداع طارق مول. الاشراف العام اخوي عيسى العلوي، ايضا تصوراته الديكور الاخ فاطمه قامس. طبعا كان عندنا بالجزء الاول عبد العزيز الحشاش المؤلف،
واسمها الشرهان الله يذكره بالخير. شراح جمانة الشراح. جمانة الشراح اي نعم. وحسين الشايع. حسين الشايع الجزء الأول. فكان الجهد طبعا يساعد الأخ جابر الأستاذ نعمان حسين أحمد سعيد لا ما كان. الجزء الأول؟ اي ما كان. فاستاف جميل. جمع الحربي. جمع الحربي اليوم مثلا أيضا عند هذا شنو الأحمر ودي سرد تشدك الألوان عندس عصد الألوان تشوك تعالي أكيد نوجه لهم تحية أستاذ طارق من خلال برنامج ضحاوي رمضان عليك بألف عافية روز يلا أوكي إذا نايس يلا تفضل على ضمانتها نمرم لا مميزين ضمانتها شو يسمونه في الستايل الإنجليزي دريس فانتاستيك اند يو ار فانتاستيك يعني مبارك احرجت لازم نعطيها عيديه لازم ثانك يو ماما اخذ عيديه عموما الحين الرد كان رسمي لان ما اعرف كذي عادي لما الموضوع انا لاحظت صدق بدش بموضوعك هذا لما شفتين وانا جد وقلاب لا صدق لما كذي تدخل موضوع ثاني ما تنسى الموضوع اللي كنت تسولف فيه ترى وايد تصير ايه بس راح صرت كذا شوارعنا القصد عشان لا اطيل عليه اللي جاء واخذ حق اخوي جابر العمل خذ اهتمام واسع من الوزير الله يذكره بالخير الشيخ سلمان الحمود الصباح صباح الجزء الاول والاخ يوسف مصطفى كوكيل تلفزيون سابق نعم. والله يذكره بالخير استاذ طارق مثلا نعم. الجزء الثاني مجيد الجزاف وعلي ايضا وكيل التلفزيون الحالي نعم. ايضا مع الوزير الشيخ محمد العبد الله الله يطول عمره ف ناس تكمل عمل ناس اكيد فالحمد لله صار الفرق ان ايضا الاخطاء الاول تداركناها في الجزء الثاني اي كديكور يمكن الامور الاخراجيه هذا اتركها لجابر اكيد نعم. انا كلبس الاول كان ازرق امن السلامه نعم. معروفين ونحترم انا ليش حتى اخترت لبس الامن السلامه نعم. لان هذه شخصيات لها احترامها وتقديرها طبعاً. وتعمل من اجل حفاظ الامن صح. طبعا لكن في ناس ما ينظر لهم نظره بعضهم مو الكل الامانه طبعا نظره ما هي طيبه فاليوم الناس يعني في ناس يقول احنا قمنا نحب شكل السكرتيريه كانت لك رساله يعني واضحه طبعا من خلال هذا البرنامج مو بس مو مسابقات بس يعني وهدايا كان ايضا في رسائل تقدم في البرنامج نعم وتوعيه مروريه انسانيه اخلاقيه اجتماعيه يعني من خلال الحلقات نعم واليوم انت الناس تنظر لك ان انت عنصر مؤثر صحيح اكيد يعني هذا الشيء يجعل المسؤوليه عليك هذا مو مسرح على نعم. برنامج بث تلفزيون دولة نعم. يعني مو مسرحية له شكل غير ومختلف نعم. يعني أيضا محاسبين في رقابة في مجلس أمة في يعني نعم. لازم إحنا نحافظ على الناس اللي أعطونا هالأمانة أكيد نعم. الحمد لله وفي جمهور يتأثر فيك بشكل كبير وإحنا لاحظنا يعني إن في رسالة حتى أول فقرة في دعاء في أيوة. يعني في فقرات مميزة لأن يعني أنت اليوم وهذا من أساسيات يعني هذه شغلات محببة نعم. إن اليوم أنت تدش أي مكان سمي بالرحمن قبل لا تأكل في أدبيات نعم. يعني دخول السوق عشان الله يحميك ويحفظك تقول هذا الدعاء ويبارك وهذا يعني كلها من سن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. وعلى آله وصحبه فأشياء هذه جعلت في ناس يعني يقول طارق صدق استانسنا من سالفة دعاء السوق نعم. يمكن ما همد الحلقة بس استانس كيف على هالجزئية حلو انه دائما يكون الانسان عنده في امور مهمة في حياته ويحب انه يركز عليها خصوصا الفنانين عندهم رسالة لازم يوجهونها حق الناس وايضا المتابعين استاذ جابر يعني اليوم الشكل العام للبرنامج وهذا اكيد لك نظرة فيها نظرة خاصة يعني بالنسبة لي خلينا نقول طارق مول الجزء الاول اكيد كان في بعض الامور اللي تداركتها حضرتك وبالنسبة لي هذا الجزء شو اللي تغير عليك وش اللي حبيت انك تضيفه ايضا طبعا اول شيء الفنان طارق العلي كفى وفى الجهات والاخوه اللي داعمين نتكلم من وزاره الاعلام والجهات الاخرى طبعا الجزء الاول كان له ثيمه معينه واحنا بدينا فيها كطارق مول احنا مثل ما ذكر الفنان طارق العلي احنا هدفنا من العمل توعوي نوصل رساله للمشاهدين نقدم مسابقه من خلالها نوزع يعني موضوع الجوائز وتوزيع الجوائز هذه احنا نعم. بالنسبه للفكره اللي دائما ابو محمد يقول عنها انها هي فرحه للجمهور اكيد يحب يفرح الناس صح.
فأنا ما يعني أتكلم إن طارق مول عمل كبير، في طاقم عمل كبير فني وإداري. الجزء الأول يمكن إحنا كان شوي الوقت ما أسعفنا في مرحلة التحضيرات، يعني كان عندنا فترة وايد قصيرة. السنة هذه كان عندنا شوي وقت أفضل، غيرنا في الديكور شوية في المول، غيرنا في الألوان، غيرنا في فقرات البرنامج، حتى الأزياء اللي كانت فيها أبو محمد أنا حرصت إن نطلع بلوك ثاني. فاحنا يعني كثر ما نقدر نحاول نقدم شيء جديد للمشاهد، والجمهور دائما ينطر شيء جديد يعني يركز بالضبط. والناس ما شاء الله تدقق على كل شيء، يعني اليوم حتى بالسوشيال ميديا بالنسبه لها الموضوع هذا صار في ملاحظات اكثر صح. فاعتقد ان اليوم المسؤوليه صارت اكبر. نعم، وردة الفعل يعني صارت مباشره من الجمهور، والجمهور ايضا اسماء ينطر الجوائز اكيد. وبطارق مول حتى الخسران ربحان، الكل ربحان على فكره. من طول كلام مزيونة وخير يوناك اليوم شئنا أم أبينا السوشيال ميديا مؤثرة أكيد. حتى في القرار الوزاري اليوم يجي تغريدة وكتهز وزارة صح. تهز مؤسسة، تهز ممثل، يعني كشخص اليوم أنتوا حين برنامجكم هذا ممكن يطلق له واحد تغريدة شنو مش عارف إيش فيختبصون العالم صاير. وايضا ممكن تتغريده تثني على البرنامج طبعا وترفع من البرنامج سانسور الوزاره سانسور. فاليوم السوشيال ميديا ايضا حرصنا على المتابعه، يعني ما نتجاهلها، يعني في اشياء احنا مثلا قال واحد يا جماعه ليش كذا كذا كذا، نعم بعضهم يقول يا لا ترد عليه، ليش ما ارد عليه؟ نعم قد يكون عندي خطا صالحه، يمكن عنده ملاحظه صح. صح، وفي ملاحظات انا اذكر هم اكثر من لقاء في ملاحظات على موضوع وانا شلت نبشت على صاحب التغريده نعم وكلمته ووضحت له ووضح لي حلو. لكن ما لكن انت ايش اللي تضحك؟ اذا ضحك اليوم طارق قال تغريده يا واحد ثاني ما يدري ايش السالفه سوى له رتويت هذا لكن الحمد لله يعني اليوم احنا تلفوننا ما يسكت من السيد طارق المزرم في الوزاره طبعا معالي وزير توجيهاته حريص ها يا جماعة شو مسوين، يعني ما أعطاك العمل وخلاك تمشي نعم. الأخ مجيد جزاف في كل شاردة واردة موجود، أبو علي يعني مساكين هم ما يروحون بيوتهم صح. الأمانة صح. مثلكم أنتوا الحين قاعد الناس نعم. معيدة مساسة وأنتوا قاعدين يعني إحنا نمشي نروح وأنتوا إحنا عيدنا مع الجمهور لما نتعيد معاكم هذه فرحتنا. اليوم استاف الوزارة باستنفار لغاية نهاية العيد، إحنا اليوم البرنامج هذا أيضا كان باستنفار في رمضان من أجل نتميز. اليوم إحنا عندنا أخوان منافسة فنية نعم أكيد. عندي كان شوجي وحليمة تقريبا نعم هالاسمين كبار ولهم جمهورهم ولهم حضورهم نعم. اليوم أنت عشان أيضا تثبت وجودك بغض النظر طارق نجم أيضا حليمة نجمة في جوها وشوجي نجمة نعم ما بخصم حقهم، وأنا رجل في ناس يحبون يشوفون المرأة يعني فاهمين شخصي نعم. فانت اليوم وسط شلون ترضي كل الاذواق اي وانك نعم. تجذب ما صح. سوري يعني ما تاخذ جمهور شوجي ولا صح لكن ايضا تكون عنصر نعم. مشاهد نعم تكونك متابعه نعم. فانت وسط امتحان تبذل كويس في تقرير ايضا احنا مجهزينه انت مجهزين تقرير اي في تقرير نطلع نبي نشوف جانب من اجواءكم المتميزه في طارق مول الجزء الثاني تبعنا ونرجع لكم مشاهدينا. إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، أجواء جدا متميزة كانت في برنامج طارق مول الجزء الثاني، وأيضا الحلو بالموضوع أستاذ جابر بأن البرنامج طبعا كان من البرامج المتميزة وحصل على أفضل برنامج، كلمني عن هالموضوع هذا، أكيد يعني هالشيء هذا يعني خلاكم وايد تفرحون فيه الخبر هذا وفعلا يعني جهودكم هذه. طبعا مثل ما ذكرت لك أختي أسماء أن في البداية هذا مجهود ستاف كبير نعم وكلمة حق أنا أحب أقولها أن العمل مع نجم مثل الفنان طارق العلي مكسب لأي مخرج بصراحة. يعني الجائزة اللي حصلنا عليها جائزة الأخ العزيز مبارك فواز مبارك حساوي العم مبارك حساوي رحمة الله عليه رحمة الله عليه السنة الثانية على التوالي كأفضل برنامج منوع كمسابقات. طبعا أنا أشكرهم على الجائزة اللي حصلنا عليها، بس مثل ما قلت لك أن هذه الجائزة هي ثمرة مجهود كبير لفريق عمل كبير إداري وفني، فهم الناس اللي يستحقون التقدير وأكيد يعني على رأسهم من الفنان طارق العلي نعم. وإن شاء الله أنا أفضل أنا أفضل إن شاء الله للأمانة أنا جيت باردة مبردة
لكن في ستاف حضر من الأستاذ عيسى العلوي فكرته المول. نعم. الأستاذ عيسى العلوي الحقيقة مدير مركز فروج إنتاج فني، الفكرة أن نسوي مول. نعم. نقدر نطلع ببرنامج ولنا ديكور معين ونقدم ونخلص. نعم. ومع احترامنا لجميع البرامج اللي لها ويحترم ديكوراتهم. نعم. ايضا في المسرح دائما يعني كل عيد عندنا ان شاء الله. انا قبل لا اختار بقول لك شنو تبي تختار؟ لا لا انا بشرب العصير. يعني ما راح تختار. لا عليك بالعافيه، عليك الله يعافيك. عليك بالعافيه. عندنا المسرحيه ولد بطنها تاليف الله يذكره بالخير بدر محارب واخراج انتي نذر. نايس. واتس يور نيم؟ هو احلى حق العرض. انا ما راح نوصل حق الموضوع. وات وات وات. اشكركم. هاي هاي يور فايز. عبيد اسمك؟ عبيد. نايس. يو ار نايس نيم اند نايس فيس اند نايس ادريس. ثانك يو. انا اقول ثانك يو. اي لا هذيلا احنا شو هالناس هذه اللي تخدمنا اذا ما تحصل ابتسامه لازم تخدمهم. صح لازم. طبعا شنو بشر هذه اهلها وعيالها عشان تزفها. يا حليل يونسون. نرجع للمسرح. المسرح عندنا ولد بطنها. نعم. بدر محارب اخراج الله يذكره خير المتميز عبد العزيز. نعم. صبر ايضا بدر محارب متميز. نعم. وفكره هنا طبعا هذه ان اليوم في بعض المسرحيات سواء كلها يقولون مسرح سياسي وما مسرح سياسي. نعم. هذا الطابع مسرح سياسي اجتماعي. نعم. لكن يطق على الوتر. وهذا هذا الفن يعني لازم فيه في رساله. ديكور فاطمه غامس اللي. نعم. سوت لنا اسف قطع كلامك اخيتي. نعم. فاطمه غامس اللي سوت ديكور. نعم. طارق مولتو. نعم. شاطره ما شاء الله. محمد انا دائما الاحظ ان الاسماء اللي تشتغل معاك تستمر معاك يعني سواء في التلفزيون في المسرح في السينما ايضا. عندنا دي المحبه. دي المحبه. هذا احسن شيء التعامل مع الناس. هو التعامل دائما. هو مثل ما تفضلتي قلت التعامل. اليوم انا عندي حتى على مستوى الممثلين يشتغلون معي سنه سنتين. نعم. ثلاثه يبرزون يروحون الله يوفقهم. في بعضهم ما يقولون انه زعلوا. لا هذا مجال. انا اشتغلت يا احمد جوهر اول ما بديت واشتغلت مع عبد العزيز مسلم واشتغلت مع عادل يحيى الله يذكره بالخير. نعم. ومحمد خالد وعادل دوس اسماء. احمد جوهر قلت اسمه يعني. واشتغلت ويا عمي عبد الحسين وعمي سعد الفري وخذيت لي خط. لكن اهم شيء الوفاء. اليوم انت الناس اللي تشتغل معاهم يطلعونك تذكرهم بالخير. نعم. احنا صاير هاليومين انا اشوف لقاءات شحن ربعي وهذا احسن من هذا وهذا. لا كلهم عيالنا. نعم. وكلهم اخواننا وكلهم فنانين يخدمون الساحه. نعم. نتمنى لهم التوفيق. واحنا وفيين معكم ترى يعني. انا فخور فيهم. واحنا فخورين فيكم يعني. وكانت عندكم الكثير من الحلقات. صح. المتميزه يعني في برنامج طارق مول الجزء الثاني. وفاطمه من الحلقات المميزه كان في حلقه وايد يعني شدتك وقاعده تقولي لي عنها من قبل شوي. القرقيعان. أي. حلقه القرقيعان. ما شاء الله بدعتوا فيها. نعم. بلال الشامي ما الله من نرفع عليه التلفون ما يقصر. نعم. يعني على طول ابو شامي وفنان ويسوي لك جو يعني. نعم. الحمد لله. مع هذه الأسف اسف اسف تكامل. شاركنا حتى في اطفال كان فيهم كانسر. نعم. ويا شاركونا ترى الناس ما حست فيهم. نعم. شاركوا وغنوا مبادره وايد حلوه. ايه. منكم. نعم. وقعدوا وقرقعنا على كان طفل شوي تعبان. نعم. قرقعنا عليه بالحلقه وكان مريض واهله قالوا ترى هو يستانس يبو. نعم. فهذا ايضا جانب انساني ما شاء الله. انا شفت الحلقه وكان يعني الاستديو كله اطفال وشلون يعني التعامل معاكم. عندنا مريوم ملموني بنت عيسى اسمها ملموني. نعم. واذكر بعد بالحلقه انك ذكرت حلقه انك ذكرت ماما انيسه اللي نعايد. نعم. عليها نقول لها عيدك مبارك يعني بستغل الصراحه هالفرصه. ماما انيسه هذه ام الكويت. نعم. من الشخصيات المميزه. نعم. جدا بالكويت. ماما انيسه الشخصيه الكويتيه الوطنيه كلهم يعني هالحريم الكويت كلهم يحبوا الكويت. نعم. ربينا على حصوتها الله يطول عمرها. ماما انيسه شخصيه رائعه. فلما اشوف اليهال وصار عندنا مثل من يشوف واحد جمعيه ايش فيك كأنك ماما انيسه. صح. او حبابه مريم الغضبان رحمه الله عليها. رحمه الله عليها. فهذه ايقونتين. نعم. يعني واحده الله يرحمها توفت
الله يطول عمر الثانيه ما ما ان شاء الله يا رب يعطيها. واذا شفنا واحده كذي تجن نقول هاي شو كانك ام الدواهي مساله سامي محمد اللي بالخير ما تلقاني في شر دار المكان ام سامي محمد. فذكرنا ماما انيسه بجمعه اليهال وبرامجها واحنا ربينا عليها ومسؤولين ربوا عليها. صح فعلا صح. خلونا نتذكر هذه الحلقه من خلال هذا التقرير ونرجع معاكم في ضحى والعيد. اي لازم تستاهلون. كوكتيل ببطل شاي ما بكي تقل. رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في ضحى والعيد ورجعنا مع نجم حلقتنا ونجم الشاشه الفنان طارق العلي والمخرج جابر الحربي. من قال لك احنا نجوم؟ انتم نجوم العيد. لا والله انتم نجوم. قولي ليش؟ احنا نيجي نختفي لكن انتم نجمتين والاخوان اللي بيبدلون معاكم او هذا انتم قاعد تضيئون الشاشه من خلال تقديمكم الحلو. شهاده نعتز بها. والله صدق احنا احلينا قاعد شوي ونمشي. انتم اللي الله يعطيكم اعمالكم مستمره ان شاء الله دائما. اي وانتم ايضا نجوم نوركم بس انتم قاعد تغطون اعمالنا وانتم اللي قاعد تسوون لنا دعايه وانتم اللي قاعد ترزون فينا وتقولون احنا من غيركم ما عندنا شيء. لا اكيد انتم تستاهلون وحضورك وبصمتك في الفن في المسرح في السينما في برامج المسابقات في الشاي والعصير حلقتنا اليوم. وتستاهلون عيادي مع ان انا ترى الحين اي احد اشوفه بالعيد لازم يعني اطلب منه عيديه يعني احس هذه من العادات والتقاليد بالنسبه لي. بس لانكم الضيوف غاليين علي وعلى ايضا زميلتي اسماء قال لكم هذه العيدية من عطورات الفخامة إن شاء الله تليق في مقابلكم. إيه لكم عيديتكم. قالها ولد خالد العجير بمسي عليه أعتقد مشاري أو بشار يقول هذا في السناب ضحكني وذكرتيني عيادي يقول حق أبوه يبقى أنا ما أحب أعيد على واحد بخيل ولا أحد ودي أشوفه طبعا. قال لي إيش؟ قال لي ما يعطي فلوس. فالطفل اليوم لما يجيك يقبل عليك لازم تباشر بعيدية لازم تونسه. لا بس عاد لا تصير مبالغ فيها. نعم. احفادك هذا لا اعطهم هذول غير. اي لان اليوم بعد خلينا نعلم عيالنا ان العيدية فرحة العيد طبعا. يعني ناس يمكن في ناس مقدورها المادي ما تقدر تعطي ولدها 10 ولا 5 صح. فلازم فهم عيالنا قبل يعيدون اللي يعطيك عمك اخذه. لا تقول شنو بس عاد في ناس في اشوف ردود افعال كذي الصراحه. الناس يعلمون عيالهم طبعا هو كلهم ونعم فيهم وتربيتهم طيبه يعلمون عيالهم قبل الله يروح يعيد اللي يعطيك اياه عمك ولا عمتك ولا فلان قول له مشكور عمي وبوسه. نعم. وحطه مخباتك وخلاص. حلو. لا تطالع تقول 10 ولا 20 ساعه يعطيك 10 تضيع بعد شوي. نعم. والدينار ظالم مخباتك. استاذ جابر وزعت عيادي؟ اي انا زيون الله يحفظها. الله يحفظها ربي يحفظها ان شاء الله. زين الله يخليها يحفظها ان شاء الله يخليكم وياك. العيادي عندي شيء وايد مهم. نعم. ومثل ما قال محمد انا يعني اعطي بذخ صراحه لان احب اشوف الطفل مستانس. حلو. فشنو الله يقدرني عليه اسوي لهم اياه. على عيالنا بنجيبهم بيتكم بالعيد. حياهم الله. اوه تعالي عند امه وابوه الله يحفظهم ما شاء الله. الله يحفظهم ان شاء الله. العم احمد ها طبعا ابوه من الشخصيات الجميله الرائعه. نعم. ووالدته ام الخير والكرم يا حلوها. كلها تبيك تاكل. اي بس. الله يحفظها. مثل ما قاعد نسوي في الحلقه اليوم احنا مره عصير مره شاي وحلو. لا والله انتم بعد اهل خير وكرم. بعد تقعدون شوي غدا العيد معانا. لا لا خلاص. ان شاء الله استاذ طارق يعني تكون رسالتك وصلت بالنسبه للساده المشاهدين ويتفهمون هذا الموضوع. ايضا يعطيك الف عافيه. تشرفنا فيك اكيد وحلقتنا جدا متميزه بوجودك ووجود الاستاذ اكيد جابر الحربي. شكرا لكم على حضوركم معنا. وبالتاكيد مشاهدينا اكيد اليوم حلقتنا راح تكون جدا متميزة بوجود أيضا ضيفاتنا. خلكم معنا بعد هذا الفاصل.